السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. يسكون في تجديد عن جنشن امباكت. هذا هو التنين اللي احنا قتله اول مرة بتلعب اللعبة. بنحاول نشوف اذا رح نقتله ولا لا هالمرة، ولا لازم نقصله اتش بيو. بس خلينا نبلش. انا ان شاء الله راح احاول اي مهمة بلعبها اصور لكم اياها واعملها فيديو خاص فيها، بس مشان نكون كل شي عارفين نعمله. هاي اول ما نروح على المدينة بناخد الجلايدر اللي انا لابسها علي، بس انا اخد الجلايدر بنصير نقتل هذا التنين. ما بنقتله، معناها ناقصله اتش بي او. اضطريت اعيد الحساب تبعي مشان شو؟ مشان اربطه على الفيسبوك. لما ربطته على الفيسبوك بصير العب على الكمبيوتر وعلى الموبايل بنفس ال يعني على الكمبيوتر مو الايميليتر، لا بتنزل لعبة على الكمبيوتر وفي نزل على الموبايل ويلعب نفس الحساب على الاثنين. بقى مشان هيك ان شاء الله بحاول صير صور على الكمبيوتر وعلى الموبايل. بس الكمبيوتر مشكلة انه انتو لاحظتوا اللعبة السفنت ديسنس عم تعلق. بقى كيف اذا لعبة اقوى مثل هاي مثلا؟ انه هاي بدها هديك ايميوليتر، اما هاي لعبة كاملة. مشان هيك بقى احاول صور على الكمبيوتر، بس لجيب كمبيوتر احسن ان شاء الله. بقى هاي المهمة خلصناها، هلا بنشوف شو حيصير هون. انتم ما شايفين عامل لي هل انت منيح، هل انت صديقة ولا شريرة؟ هلا بتحكي لهم قصتنا انه نحن عم ندور على اخونا. You're welcome. So where's my the reward? لا ما حاول على الريورد، حاول على اساس انه يساعدهم. هنروح نقابل جين اللي هو الرئيس تبع هاي المدينة، او الفرسان، رئيس الفرسان. طبعا هذا اللي هو بيعطونا اياه، وهي لما بري ريجستر بيعطونا اياها. فبناخد هاي. وبناخد هاي. يلا. هلا عملوا لنا روح، عم تقلنا روح وقابلوا الفارس. بخينا ننط من هون ونقابل الفارس. شايفين؟ هي عم نحكي معاها. يلا هي المهمة اللي ما قدرت افرجيكم اياها بالفيديو الماضي، بقى حفرجيكم اياها هلا. وخليها فيديو انه شلون قتلنا او قاتلنا التنين. كل ما اشوف مهمة صعبة فورا راح احاول اسجلها اذا قدرت، مشان يكونوا انتو كل شي عم تعمل كل شي فاهمينه او معي بكل شي. اللي فهمناه من اللعبة، اللي فهمته من اللعبة انه هن على اساس انا جاي من عالم تاني لهذا العالم، انسحبت انا واخي. هاي اللايبريريان اللي هي مديرة المكتبة.
اعمل لك انه احنا الساحرات اذا ما عندهم القوة تبع البلد بصيروا ضعاف. عملك يا عادي استني، ولحنا بندور لك على اخوك يا بندور معك اللي تحت. انا حاستنى بالاوتيل. لا بس انا حاول بدي اساعدهم. في ثلاث أربع معابد، القوة اللي عم ياخدها التنين منها. شايفين عم ياخد الباور من عم ياخد القوة من المعابد هاي. نحن بندمر ثلاثة من أصل أربعة. ليش؟ لا بصراحة بقى ما نروح نعمل المهمة التانية. فتحوا شغلة، شو هي؟ wishes، الأمنيات. وفتحوا الشوب make a wish. خلينا نشوف الوش شو هي. هون بنعمل مالتي. هاي البانر خلينا نشوف شو فيها. نعمل مالتي ونعمل على هاي ونعمل على هاي نعمل على هاي. اعتقد اول شي first set will receive. اوكي رح ناخد هاي النويل 100%. وشو بيقول لك؟ انه انت اذا عملت مالتي رح تاخذ 100%. اربع نجوم او اكثر شخصيه. يا تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اول مالتي على هاي اللعبه. خلينا نشوف شو حيطلع لنا. الانيميشن شكلها فيها 5 ستار 3 ستارز. حالات انه الاسلحه بتاخد أسلحة وبتاخد شخصيات. اكس نيكو كاكا مدري مين هذا. اوكي ثلاثة نجوم ثلاثة نجوم ثلاثة نجوم أربع نجوم ثلاثة نجوم. اوكي يعني اخذنا شخصيتين جداد، شخصيتين اربع نجوم واسلحة ثلاث نجوم. حلو ممتاز. هي اول مالتي عملناها. طلعنا شخصيتين جداد. نحكي معاهم ولا ما نحكي معاهم؟ achievement خلينا نشوف achievement تبعنا. بدنا نقدر من هدول. اخذناهم كلهم. شو نختار؟ حكينا مع هاي. نحكي مع ليزا. I'm Lisa. Do you need anything, cutie? To know more about monster, how do we fight some
هاي خلصنا مع ليزا، بنجهلها لكايا. يعني جين هي المساعدة تبعه. اها شو عم يقلنا هو؟ عم يقلنا انه الجراند ماستر اللي هو الرئيس تبع الفرسان ترك، يعني راح هو على مهمة، وبهي المهمة اخذ اغلب الناس تبعات اغلب الفرسان، عشان هيك ما عندهم فرسان كتير، عشان هيك بقى احنا لازم نساعدهم. هي نحن عم ناخذ كتب هلا، الكتب ما بعرف شو بتعملنا، بس اي شيء بناخده ممتاز. 4 نجوم ممتاز، اعتقد هذا اللي نطور فيه. ممتاز، في شيء تاني بنقدر ناخده؟ لا، ما فينا نحكي مع جين. خلينا نفهم شو هو. اوكي، هي اخذنا كل الكتب اللي هون، اعتقد المفروض هلا نمشي ولا لا؟ لا، اعطونا كتب قد ما بتقدروا، اعطونا هدايا. طب عملت ديلي تيست، اذا جربت هدول الشخصيات باخد عليهم. اوكي، تراي تشالنج اكسبتد، نجرب الشخصيات عشان اذا بنعمل بول عليهم وبنفس الوقت بناخد هدايا بقى، ليش لا؟ نشوف شو هو التشالنج. لحظة شوي، فيني اطير من هون؟ ممتاز، اوكي، يعني نحن بنساوي ريح مشان نقدر نطير فيها. ايوه، ممتاز. شو هذا اللي عملناه لحنا؟ ممتاز، اوكي. شغلة لازم نفهمها كلياتنا، اللي هو انه فيك تدمج عنصرين مع بعض بيعطيك شيء اقوى، بصير الدمج اللي بتعمله اقوى. بقى هون الكترو واوفرلورد occurs with the resulting concurrent deal AOE بايرو دامج، يعني اذا جمعت النار مع البنفسجي اللي هو ما بعرف شو هي بتسوي AOE دامج، يعني بتضرب الكل حواليك. إذا جمعت الكهرباء ايوه بتضرب الكهرباء، بتضرب الكل. البنفسجية مع المي بتعمل الكترو شارج. هلا هي البنفسجية هي الكهرباء اعتقد، وهي اخر واحدة التجميد مع الكهرباء بتعمل كمان او دامج وديكريز ديفنس. اوكي، هذول راح نفهمهم بعدين.
فيني اعمل مرة تانية. شايفين اليمنتال تجميد مع المي خلينا نجمدهم. هذا عنده شو اسمه؟ عنده درع. نروح له يا بهاي. روحنا له الدرع. شو بيعمل هاد؟ Perhaps you can break it down a defense with pyro or other element attack. Okay. هذا بجمد. أمتت. باكل مشان نعبي اتش بي. خلصنا التشالنج. اكزيت. بعدين بنخلصهم. بس اعتقد هيك حاجة اليوم. هذا هو الفيديو، شلون قتلنا التنين وجربنا الشخصية اللي هلا عاملين عليها بانر. هلا هو بيقولوا انه الشخصية هي كثير كثير قوية، خاصة في مراحل اللي هي انه بيكون كثير ضدك ناس مثل ما انتم شايفين. بقى بعمل التيميت بجمعهم كلهم وبضربهم بشغلة تانية او بشخصية تانية. بقى مشان هيك الافضل اذا بدكم انه شو اسمه، يعني مثلا اذا بدكم تاخذوا الشخصية ممكن تفيدكم. بس وهون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم. ارجو انكم استمتعتوا فيه. اذا استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتركوا معي بالقناة عشان يصلكم كل جديد مني، واشوفكم على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.